السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ملوكا؟ ايوه بابا، فاكرة المطر؟ ايوه طيب المطر يعني المادة، ماشي؟ وكل حاجة يعني ايه مطر؟ it's anything that has shape and take up space and volume. يبقى عندها ايه؟ anything that has ايه؟ mass mass and volume. and volume، صح كده؟ طيب يعني ايه بقى عندها ماس اند فوليوم؟ ماس يعني عندها كتلة، كتلة يعني زي ما يكون كده ليها وزن، ماشي؟ وفوليوم يعني حجم، يعني شغلة حاجة، حيز من الفراغ، يعني الفراغ اللي الهواء اللي حوالينا ده، الفراغ ده لو في حاجة واخده منه مساحه حته ده اسمه فوليوم، ماشي؟ فوليوم طيب لما نيجي نشيلها هنحس بالايه بقى؟ بالماس بالماس بتاعها. بتاعتها. يبقى احنا دلوقتي عندنا اي حاجه عندها ماس وفوليوم هتسميها ايه؟ ماتر. طيب احنا بقى ممكن نقسم الماترز دي على حسب الستيت بتاعتها، يبقى اي ماتر لازم عندها ماس وفوليوم، بس كل الماترز على حسب الستيت حالتها فيها احتمال من ثلاثه. فاكره ايه هما؟ ايه هما؟ كاس سوليد، لو عايز ارتبهم ان هو يتحولوا لبعض، احط مثلا، جاز، احط مين في النص؟ ليكويد، احط ليكويد في النص اللي هو السائل، و سوليد، وايه؟ جاز. دول 3 ستيتس اوف ماتر. الماتر نفسها ممكن تبقى هي ماتر واحده زي الووتر، بس ممكن تبقى في اي ستيت من الثلاثه. على سبيل المثال، وكنت انت خدتي الحاجات دي قبل كده، ان ممكن مثلا الموتر تفضل في شكلها السائل في صورة ووتر، صح؟ وممكن لما نعملها تبقى فريزنج تبقى سوليد، سوليد، زي اللي هي يبقى اسمها ايه بقى؟ ممكن كيو ايس، ايس كيو او وايس، صح؟ وممكن تبقى ووتر ايه؟ فيبر، فيبر. بخار الميه، خلاص؟ او الستيم، ووتر ستيم، مش كده؟ بخار اللي طالع. دي كلها اشكال. طيب يا ترى بقى ايه اللي بيفرق الجاز عن الليكويد عن السوليد؟ هما اي ماتر كورونا ليها ايه وايه؟ ماس ماس وفوليوم. فوليوم. اضيف بقى معلومه مهمه جدا، ان اي ماتر معموله من سمول بارتكلز، طيب سمول تيني بارتيكل. تايني او تيني بارتكلز، خلاص؟ يعني لما نيجي نستخدم بقى المكبرات الكبيره زي الالكترون مايكروسكوب، لقينا ان الماس بتتكون من، يعني مثلا حته الخشبه زي القلم، الرصاص زي الكرسي، زي الحاجات دي كلها، النظاره، الازاز، كل الحاجات دي ماترز. الهواء مصنوع من والهواء برضه لقينا ان جواه بارتكلز صغيره، كويس كده؟ البارتكلز دي بقى على حسب علاقتها ببعض والمسافه اللي ما بينها وحركتها بتتقسم. لو كانوا هم لازقين في بعض قوي، علاقتهم ببعض كبيره regularly، يعني هما ماسكين في ومنتظمين بعض كده. بشكل منتظم كده، طب اصبر، يبقى ايه؟ يبقى الصاد، خلاص؟ طيب لو كان هما كانوا مش regularly مش قوي لكن regular، شوية. مش very well organized، بعيد عن بعض شوية، لو كانوا بقى بعيد عن لا بعض مش أكتر، freely، very freely. طيب يا ترى بقى مين اللي بيتحرك جزيئاته أو البارتكلز بتاعته بتتحرك أكتر؟ عندها كاينتيك انرجي، الجاز الجاز. يبقى هنا اهو عندنا الموشن بتاعتها في هنا كاينتيك انرجي اكبر في الجاز، صح؟ هاي كاينتيك انرجي. انما في اعمال بتنتشر، تتحرك بعيد عن بعض، ده عايز يروح كده وده عايز يروح كده وده عايز يروح كده وهكذا. طيب دول بقى بيتحركوا بس بيسلايد اوفر اتش اذر، يعني ايه؟ بيتزحلقوا على بعض، يعني ماشي؟ مثلا يعني يتحركوا لسه كده نرجع لبعض تاني. مثلا، بس بيتحركوا حوالين بعض كده، فدول سلايد اوفر over each each other، other يعني يتحركوا بيتحرك كده بيتزحلقوا على بعض. دول بقى يا دوبك بيفايبريت مكانهم كده، بيتهزوا في مكانهم، يعني vibrate in the space. الواحده دي عماله تتحرك هنا كده شويه وترجع كده هنا شويه، تتحرك فوق شويه كده وترجع هنا كده، انما ما بتبعدش بعيد. ده البارتكل من دول، البارتكل واحده من زي دول، لما مثلا يبقى في زلزال فبتعتذر زي حاجه زي كده. طيب يبقى قلنا ده الفرق ما بينهم. طيب ايه بقى اللي بيديها قوه الحركه؟
تبدأ قوة الحركة الحرارة، ليه؟ التمبريتشر. عشان لما مثلا نجيب ناكل ممكن هيتغير، هيبقى more slowly. ايوه، يبقى مبدئيا كده الحركة دي جاية منين؟ جاية منين قلنا؟ من الايه؟ من الحرارة، يعني من التمبريتشر. بمعنى من الاخر كده، كل ما زودنا التمبريتشر كل ما حركة البارتكلز زادت ولا قلت؟ زائد عند ايه؟ كل ما زودنا التمبريتشر كل ما زائد حركة حاجة، الحركة زادت ولا قلت؟ حركة عند ايه؟ على أي حاجة هتزيد. ما ليه بقى؟ دلوقتي اهو لو انه هو سوليد وانا زودت التمبريتشر يعني عملت له هيتنج، الحرارة دي بتتحول بدل ما كانت التمبريتشر الليكويد من طاقة حرارية ثيرمال انرجي تتحول تبقى كاينتيك انرجي. لا اصبري بس، تتحول تبقى ايه؟ يعني تعالى كده نكبر الواحد من دول. ده لما نديله حرارة ونسخنه، ماشي، بدل ما كان بيفايبريت مكانه كده حركته ايه؟ تزيد. زيد. فلما تزيد يبعد عن اخواته، وكلهم لما يبعدوا عن بعض شويه ويبتدوا سلايد اوفر ايتش اذر، يبقى اتحولت من الطاقه من ثيرمال انرجي لايه؟ لكاينتيك انرجي. ابتدوا يبعدوا عن بعض فيتحول بقى من سوليد لايه؟ ليكويد. طيب لما نديله هيتنج تاني ونسخنه اكتر ونديله حراره اكتر واكتر، النتيجة اللي بتاعته هتتحرك بسرعة؟ وبالتالي يبعدوا عن بعض جاز. اكتر، وبالتالي يبقى بينتشر كتير فيتحول يبقى ايه؟ يبقى جاز. نفس الفكره بقى لو ان احنا عملنا العكس. العكس يعني ايه؟ يعني لو ان احنا عملنا كولينج. ما انا قصدي كده، عشان بقول لك لو ان احنا نعمل هيتنج الكينيتيك انرجي هتزيد، لما نعمل كولينج كانت كان ايه؟ هتقل. فلما تقل العكس يبتدي يقربوا ايه؟ من بعض، بالظبط. تتحول من جاز لايه؟ ليكويد ليكويد. وبعدين لما نبرده اكتر يبقى جاز، ده برضه ده سوليد هيكون اكتر. من ايوه يبقى سوليد. خلاص؟ يبقى في الحقيقه لو نفس المثل مين اللي هتبقى اسخن؟ الجاز بتاعها ولا الليكويد بتاعها ولا السوليد بتاعها؟ الثانية تاني مين هيبقى اسخن؟ أسخن ادفى. التمبريتشر بتاعته تبقى اعلى. السوليد، غلط الليكويد، غلط الجاز. طبعا، ده اسخن واحد فيهم. ليه؟ يعني لو نفس المثل، اسخن واحد هو الجاز، لانه ده اللي خد هيتنج لما كان سوليد وخد هيتنج تاني، صح؟ ادينا له تمبريتشر، فالتمبريتشر بتاعته تبقى مالها؟ حلوة. مفيش حاجه اسمها حلوه، هتبقى واطيه ولا عاليه؟ مين اعلى تمبريتشر؟ على temperature الجاز، ليه؟ عشان اسمها ايه، بيتحرك كتير. ما هو اللي بيتحرك كتير هو ده اللي بيبقى خد حراره كتير او بينتج عنه حراره كتير. انت لما تبقي بردانه في الشتاء وتقعدي تتحركي كده، ايه اللي بيحصل في جسمك؟ بيبرد لا طبعا غلط. ده ايه. احنا لما نبقى بردانين بنقعد نعمل كده، نحط ايدينا ونتحرك ونجري، لما بنجري حرارتنا بيحصل لها ايه؟ بتزيد. بتزيد فانت اذا الحركه بتعمل ايه في الحراره؟ بتزودها. بتزودها. يبقى افتكري ان الحركه بتزود الحراره. الحركه بتزود الحراره. يبقى كل ما زادت الكينيتيك انرجي بتزيد التمبريتشر. اذا بقى مين اللي حرارته اكتر؟ من حرق الجاز الجاز. خلاص كده؟ يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان المتر اي حاجه عندها ماس وايه؟ وفوليوم. وان طيب يا ترى بقى ايه اللي بيحدد الفوليوم؟ تعال نشوف كده. لو هو كان سوليد ليه فوليوم؟ ايوه كلهم ثلاثه، سواء ليكويد او فوليوم او ليكويد او جاز او سوليد، عنده ايه؟ عنده فوليوم. بس مين بقى اللي الفوليوم بتاعه محدود؟ اه السوليد السوليد عنده ديفينيت فوليوم. شبه يعني ايه ديفينيت مثبت فوليوم؟ يعني ثابت، صح؟ مثبت. ليه حجم كده، يعني مثلا حته مكعب هو هيفضل حجمه كده، يعني يشغل من الفراغ. لما يعني لو حطيته في اوضه المكعب ده مش هيبقى حجمه بيكبر، حطيته في كوبايه حجمه يفضل ايه؟ زي دايما ما هو. ليه؟ لان البارتكلز بتاعته لما نيجي بقى نشوف البارتكلز بتاعته مالها؟ لما بعض أوي لازقه في بعض، عندهم قوه تلاصق ما بينهم كبيره جدا، فمهما يتحطوا في اي حته يفضلوا ايه؟ مع بعض. ماسكين في بعض. ماشي؟ طيب انما في المقابل بقى الجاز لو حطيناهم في ازازه ما كده، عندوش ديفنت البارتكلز دي هتملى الازازه، حطيناهم في ازازه اكبر
البارتكل عشان بتتحرك كتير بتبعد عن بعضها، هي برضه بتتملى الايه؟ الازازه برضه. خلاص؟ زنقناهم في حته صغيره، هم قربوا من بعض وينلوا الازازه، هل ليهم بقى فوليوم ثابت؟ هل ليهم فوليوم ثابت؟ تقول ليهم فوليوم ثابت؟ لا يبقى نو definite volume. ديفينت ايه؟ فوليوم. طيب الليكويدز بقى ليها ديفنس فوليوم ولا مالهاش ديفنس فوليوم؟ أولي طبعا، يعني كوبايه الميه لو حطيتها في ازازة مية الفوليوم ده هتستكمل. هي لو حطيتها في ازازه كبيره برضه هتبقى واخده نفس الايه؟ نفس الكميه، مش هتتغير. يبقى الليكويد عنده ايه برضه؟ ديفنس فوليوم. عارفه ليه؟ لانه برضه ماسكين في بعض، عندهم قوه تماسك ما تماسك بينهم، لكن مش زي السوليد بس مش زي السوليد، انما دول ما عندهمش قوه خالص، دول عندهم ديفنت ايه؟ ديفنت فوليوم. خلاص؟ طيب السوليد عنده ديفينيت شيب؟ طبعا، شكله يبقى مكعب، ما ينفعش لو حطيته في اوضه تانيه يبقى شكله مكور، صح؟ يبقى عنده ايه؟ ديفينيت ايه؟ لا من التيب أصلا. ديفينيت ايه؟ شيب. خلاص؟ طيب ده الليكويد عندوش ما عندوش ديفينيت شيب، ديفينيت. ده هو بياخد شكل الكونتينر بتاعه، أيوة حطيته في ازازه يبقى شكل الازازه، حطيته في كوبايه شكل الكوبايه، حطيته على الارض يتفرش يبقى شكل السطح بتاع الارض، صح؟ يتفرش عليه، وبالتالي نو ها أو ديفينيت شيب شيء. طب والجاز اكيد برضو نو نو ديفينيت. شيب يبقى اللي عنده نو نو مين؟ الجاز اللي عنده كله موجود كله السوليد، موجود. سوري اللي انما عنده اللي بس بين البنين بقى عنده ديفينيت فوليوم بس نو ديفينيت ايه؟ شيب. ده مين؟ الليكويد، صح؟ ايه ده؟ يبقى احنا كده دلوقتي لما احب اوصف حاجه بقى، احنا دلوقتي عايزين نقول ايه؟ يلا لو انت مثلا جيتي ادي مثلا ملك، ماشي؟ انت ملوك، ماشي؟ او جبنا اي بنوته، بعدين جبنا ملوكه دي لا او اي بنوته، وبعدين ورحنا عاملين كده، ركز بقى في اللي هنعمله دلوقتي عليها، رحنا غمينا عينيها، خلاص، ماشي قلنا جبنا لها وليكن مثلا كورة بتاعة تنس، ماشي، تبقى لونها اصفر، يلا جبنا لها كورة تنس لونها اصفر، وجبنا لها معلقة، ماشي، وجبنا لها نظارة، وجبنا لها حتة خشبة، يلا قولي لي، وجبنا لها مثلا شوية سكر، وجبنا لها ليمونة، ولا يلا قولي لي تقدري تتعرفي على الحاجات دي من غير ما تشوفيها؟ طيب هتعرفي ازاي الحاجات دي من غير ما تشوفيها؟ ايه الحاجات اللي هتستخدميها؟ مثلا لا ايه همسك الحواس اللي هتستخدميها؟ حواس اللمس اللمس، يبقى هنستخدم التاتش، صح؟ وفي حاجات التاتش ده ممكن اطلع منه ايه؟ يعني انا لو لمستها اللمس طلع هعرف ايه المعلومات اللي اعرفها؟ شيب الشيب؟ اه ممكن اعرف شكل الحاجه لان ما حاسس عليها كده، الشيب يعني اعرف مثلا ان الكرة البينج مالها مكوره، وبرده الليمونه مكوره، صح؟ فاقدر افرق الكرة البينج عن السكر الحبيبات الصغيره كده، عن المعلقه، عن النضاره، صح كده؟ اذا هقدر اعرف الشيب. طيب هل اللمس يعرفني حاجه كمان؟ حجمها يعني ايه؟ يعني ايه حجمها؟ انا عارف لو انا مسكتها حاجة كبيرة ولا حاجة صح، حجم يبقى كبيرة ولا صغيرة؟ كويس. ايه كمان؟ وانا شايلها كده صغيرة ماس الماس، اعرف فيها قد ايه؟ كتلتها قد ايه؟ فيها ماس قد ايه؟ لان لو لقيتها تقيلة
تقيلة هعرف، ممكن اعرف هي يعني دي شوية. ماس تقيلة غير لو ماس خفيفة، لو انا صح؟ مسكت كرة بينج وكسبت كرة تنس اكيد هعرف فرق ما بينهم. صح، عشان مع ان الاثنين نفس الشيب، بس ايه، بس ممكن الفوليوم بتاع كرة البنج مالها مختلف صغيرة الفوليوم، والماس بتاعتها برضه كبيرة ولا صغيرة بالنسبة لكرة التنس. كبيرة طيب ده بالتاتش، ايه كمان ممكن اعرفه بالتاتش؟ ممكن ما في السمك. التاتش سوفت هاردنس ممكن الهاردنس، صح؟ هي على بعضها، وال السيرفس بتاعها رف ولا ايه؟ ولا سموث؟ يعني صح. هي طريه ولا ناشفه، دي حاجه، وهي في نفس الوقت ايه؟ السيرفس بتاعها اذا كان رف ولا سموث، دول اللي احنا بنسميهم التكستشر، الملمس بتاع النسيج بتاعها من بره، ملمسها ناعم ولا خشن، ملمس وناشفه ولا طريه، صح؟ ده كله بالايه برضو؟ بالتاتش. بالتاتش، خلاص؟ فدي كده قدرتي توصفي التكستشر. طيب جميل جدا. غير اللمس نظام ايه؟ حاسة الشم الشم، اسمي سميل، الشم يعني بطلع ايه، يعني بعرف ايه بالشم؟ بل السميل اللي هي الريحه اللي بيسموها الاودر، الرائحه، صح؟ فانا ممكن الريحه، طب هو في حاجات اصلا من دول ليها ريحه؟ ايوه جميل، ليمون. الليمونه ليها ريحه، وبالتالي انا ممكن لو قربت مناخيري من الكوره ما الاقيش ليها ريحه، او ريحه كره التنس ممكن يبقى ليها ريحه المطاط اللي بيبقى فيها ده، انما ريحه الليمونه اكيد مميزه، والخشبه مثلا ما لهاش ريحه اصلا، والنضاره ما لهاش ريحه اصلا، معلقه ما لهاش ريحه اصلا، خلاص، ولا السكر، فالحاجات دي كلها اذا في حاجات هيبقى لها ريحه يبقى ليها اودر، وحاجات ما لهاش ريحه. ما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا اللي بنعمله دلوقتي هاو تو ديسكرايب ماتر، ديسكرايب يعني نصف، زي نوصف ماتر بنوصفها، وانا خليتك توصفي الحاجات من غير ما تستخدمي الايه؟ السايت، خلاص؟ من غير ما تستخدمي العين. طيب ايه تاني غير اللمس والشم الرؤية بتستخدمي؟ ايه؟ الرؤية ما لسه غير، ما احنا بنغمي لك عينك. عنديش لا، في، فكري كده. تذوق. التذوق، التيست، صح؟ لكن مش تاكل معلقة. التيست ده بيعرفني ايه؟ طعم؟ أيوه صح؟ طيب فمثلا الليمونه ايه؟ مش على ما ايه؟ يا ده حلو. ليمون، اه لا زاعي، زي بيتر ممكن، خلاص؟ طيب انما الشوجر حلو. سويت، ايوه صح؟ فاذا الطعم ده هيعرفني ان انا شوجر، عارفه مثلا انت ممكن تبصي للشوجر وللسولت تحس ان هم شبه بعض جدا، لا اه صح. خلاص، بالعين المجرده كده ممكن تشوف، انما بايه بقى اللي تقدري تفرقي ما بينهم؟ لا تست. التيست، صح كده. طيب هل بقى لو شلنا كده دول كام حاجه؟ كم واحد، اثنين، ثلاثه، في تاني سنسز تانية غير الفيجن، غير السايت باقية؟ ماشي، عشان في بقى نشيل الغمام من على عينك. ايه؟ هير ايوه هير لو ممكن، احنا مثلا لما نلاقي حاجة كده كورة البنج هتعمل قوي، أما التنس ممكن تبقى يبقى هير ممكن بحاسة السمع اعرف لو دي حاجة ليها صوت. صوت ولا لا، صح؟ ليها ساوند. ممكن بقى لو هي حاجة بتفايبريت وتتهز وتطلع ساوند ممكن هعرف، صح؟ يعني ممكن بعض الحاجات بيبقى لها صوت، قطة مثلا، نعم، من صوتها ما عارف المثل بتاعت، ممكن لو جبت مثلا تيونينج فورك شوكة رنانة وهي بتتهز كده بتطلع صوت، صح؟ إذا ساعة مثلا والعقرب بتاعها عمال بيتحرك، فده برضو بيديني إيه؟ بيديني إيه؟ ساوند، إذا ممكن أعرف بالساوند. طيب بعد ده كله واضح إن الحاجات دي فعلا مفيدة في إن إحنا نستخدمها علشان نتعرف على الإيه؟ على الماتر. بس بقى ماذا لو شلنا الغمام اللي على عينك؟ ماشي؟ مش عيني ده مش انا اللي على عين يعني الشخص، وابتدى شوف يشوف، فلما يشوف بقى هيبتدي يدرك حاجات تانية،
قولي لي بقى، يقدر هل ايه الحاجات اللي ما اللي قلناها ممكن تيجي بالفيجن او بالسايت؟ ايوه، ايه الحاجات، المواصفات، البروبرتيز، الخواص بتاعت الماتر، ما دي خواص، شيب وفوليوم وماس، هاردنس، سيرفيس، اودر، والساوند، الحاجات دي كلها دي تعتبر اسمها ايه؟ بروبرتيز. ادركناها بايه؟ بسنسز. يعني اللي بالازرق دول اسمهم ايه؟ سنس. يبقى دول سنسز، هما كام سنس؟ خمسة. 5 سنسز، اللي هما سايت، يعني الايه؟ النظر، مش كده؟ او البصر، وبعدين ممكن نشوف ايه يعني؟ او فيجن، يعني هي خلاص. ممكن ايه اللي نعرفه بقى؟ حاجة مثلا بينور لو لايت. بتنور مثلا، صح؟ لو هي بتنور مش هقدر ادركها بعيني وهي مقفوله، ولا بوداني ولا باللمس ولا حاجه، خلاص. هل قولي لي الحاجات دي منهم مين اللي احنا كتبناهم شيب. دول؟ الشيء ممكن نطلعه بعينينا، اي نعرف اذا كانت هي سفيريكال، يعني كوره، ولا شكلها كيوبيكال، صح ولا كده؟ طيب اذا ايه تاني؟ لا طلع تاني الفوليوم تبرز فوليوم بعينك كده تعرفي اذا كان حجمها كبير ولا حجمها صغير؟ طبعا طبعا، مرة حاجة من حاجة. صح. ممكن، مع ان بقى ممكن الحاجه اللي تبقى قريبه تبان حجمها ايه؟ نغير بص كده كبير. مثلا، شايفه الشوز اللي هناك دي وشايفه القلم ده، يلا حطيهم كده جنب بعض، مين اكبر؟ هلا مع ان الشوز اكبر في الحقيقه، بس اذا ساعات العين تخدع وتعرفني ان الحاجه كبيره وهي مش كبيره عشان هي قريبه مني، صح؟ ان انا لو رحت بقى ولمستها مثلا، بس صح هعرف بيها الفوليوم، هقدر اعرف الماس بمجرد السايت؟ ما اقدرش. المفروض ألمسها عشان أعرف. انا في شنطه اصلا موجوده على الارض، شنطتين، تعرفي الماس قد ايه؟ لا تعرفيش، تقدري تقولي الفوليوم، شنطتين قد بعض في الفوليوم، بس هل قد بعض في الماس؟ يمكن واحده جواها حاجات تقيله، ما أعرف أشيلها. فيبقى لازم تعملي ايه؟ تستخدمي ايه بقى؟ اللمس والتاتش، او انك كمان ترفعيها، عشان لما تريدي ترفعيها تلاقيها تقيله. اذا فهمت الفرق ما بين الفوليوم والماس؟ كانه ايه بقى؟ عشان نفهم الفرق ما بين الاثنين دول، نرجع بقى تاني للفوليوم والماس، يعني الحته دي مهمه جدا. نتخيل ان الماتر دي عباره عن شنطه، كانها شنطه، ماشي؟ يبقى كانها حقيبه، كانها ايه؟ أكيد. حقيبه. الشنطه دي ممكن تبقى شنطه كبيره، ماشي، وممكن تبقى حلوة، وممكن تبقى شنطة ايه؟ صغير، يعني ممكن نعمل كده وندوس كده وناخد منها كوبي، وكده نعمل كده، ناخد نعمل ايه؟ بيست، ونصغرها. ده الفرق في الايه؟ الفوليوم في الفوليوم. طيب الماس بقى ممكن يبقوا شنطتين قد بعض عادي، كويس، في الماس اهو قد بعض في الايه؟ في الفوليوم. بس ايه اللي حصل بقى؟ واحده جواها ايه؟ جواها حاجات تقيله قوي، مش جوه بقى، خلاص، عندي جواها حاجات خفيفه، مين هتبقى عندها ماس اكبر؟ الفوق اللي فوق. مين عندها فوليوم اكبر؟ الاثنين. الاثنين عندهم فوليوم ذا سيم. يبقى الماس بتعبر على قد ايه، ها، قد ايه من الماتر موجود جواها. The amount of matter، يبقى inside the amount of matter in in it، هي ده الايه؟ الماس. انما the volume او the space occupied by the matter، المساحة شيء. اللي هي، لا، المساحة اللي هي بتشغلها من الهواء او من الحي، من الفراغ، ده اسمه الايه؟ الفوليوم. مين يشغل مساحه كبيره، اللي فوق اللي هي رقم واحد ولا رقم اتنين؟ واحد. واحد. اذا ما دام شغلت مساحه اكبر، الهواء بس هيبقى جواها أكتر يبقى مليها الفوليوم بتاعها ايه؟ كتير. اكبر، خلاص. انما دي أجل. يعني دلوقتي لو انا عندي الشنطتين دول وعندي حته ضيقه في شنطه العربيه عشان احطها فيها، في واحده حاطط صغيره ومش عارف احط الكبيره، صح كده؟ ليه؟ عشان دي محتاجه مساحه ايه؟
اذا الفوليوم بتاعها ماله؟ كي. انما لو الاثنين زي بعض هاي دي ممكن نحطها يبقى ده الفوليوم، مش انما هي هتفرق مش الناس تفرق كلها. الناس. خلاص؟ يبقى لما اقول لك بقى مين فيهم اللي يعتبر the amount of matter، بيعبر عن الاماونت اوف ماتر اللي موجوده في الـ في الـ في الثينج، في الحاجه، في الشيء، ماشي الماس. لما بيعبر عن اللي بيعبر عن the space occupied by the matter، الفراغ المشغول بالماده، الفوليوم. فاهم دي؟ يبقى انا اقول كده ده هو the space occupied، الفراغ الايه؟ اقرأي. ها is occupied by matter، ده مين؟ ده الفوليوم. انما الاماونت اوف ماتر ان ا ثينج، اللي في شيء، كميه الماتر اللي جواها، هي دي مين؟ الماس. الماس. طيب هل بقى لما اجي اقيس الماس بجسمي، مش من غير ما استخدم تول، هستخدم السنسز، اقيسها ازاي دي؟ اقدر احدد الماس بعيني كده من بعيد؟ لا، محتاج ايه؟ نشرها اشيلها، تاتش يبقى يعني. محتاج تاتش، صح؟ طيب انما الفوليوم اقدر احدده بعيني؟ الله تقدر احدده بالتاتش؟ اي ايوه عادي، هي الفكره بس احسها ان هي كبيره مش لازم التاتش بس. بس اقدر، صح كده؟ اذا ده. طيب هل انا بقى لو انا عايز اطلع بالظبط بالظبط قد ايه فوليوم وقد ايه ماس بالظبط، واقارن ما بين حاجتين قريبين جدا من بعض، ممكن هتحتاج بعيني ما اعرفش القطب، طول. تفاحتين حجمهم زي بعض تقريبا، طب اعرف مزيني ممكن حجمها اكبر، ميكرو. يبقى بقى محتاج ابتدي استخدم تولز. يبقى بدل ما استخدم، في الاول كان عندنا سنسز، لكن دلوقتي احنا عايزين نستخدم ايه؟ تولز. يبقى وات از التول؟ التولز فور ميجرينج، عشان نقيس البروبرتيز، الخواص of a matter. يبقى احنا محتاجين نعرف ايه هي الخواص اللي عايزين نقيسها، وايه التول اللي نستخدمها، صح؟ يلا انا هديكي بقى شويه تولز وشويه خواص والخبطهم كده، وتقولي لي مين يقيس ايه، ماشي؟ بس ما تجاوبيش دلوقتي. اول حاجه احط سكيل، ميزان. ما تجاوبيش دلوقتي، ها؟ عشان اصدقائنا في البيوت دلوقتي بيفكروا معانا، لو انا استخدم ميزان ده هيقيس لي ايه؟ خلاص، ده يعتبر واحد من التولز، ماشي؟ طيب لو انا هستخدم ميجرينج تيب زي اللي خدناه من جده واللي في الاس بي ده، ماشي؟ ميجرينج تيب. طيب لو انا هستخدم ايه ده؟ ضروري ترمومتر، ثرمومتر، ده يعتبر ايه؟ بروبرتي ولا يعتبر طول؟ ثرمومتر. خلاص؟ لو انا هستخدم ميجرينج كاب، كوباية مثلا نقيس بيها الدين. كوباية مدرجة، أيوة ممكن نقيس بيها الدين ماشي، مثلا. مكتوب هنا مثلا ايه؟ 10 و20 و30 و40 كده، كذا خلاص؟ حاجة طيب الحاجات دي بقى هستخدمها علشان اقيس، وهقول بقى شويه حاجات وانت تقولي لي، عشان اقيس مثلا فوليوم، عشان اقيس لينس، يعني لينس هاتو ايه طول، هاتو خلاص، عشان اقيس تمبريتشر، يعني تمبريتشر، درجة حرارة. طيب عشان اقيس ماس، يلا عايزين نقيس الحاجات دي، انهي تول تنفع بقى؟ يلا ابتدي جاوبي، جمال هير اتفضلي. يلا، السكيل استخدمه في ايه؟ في المس صح، لا ما تعملش كده، استنى، يبقى استخدمه في الماس، نيجي واخدين الماس حطينا جنب مين؟ سكيل. جنب السكيل، صح، ده يقيس لي الماس. طب ازاي يقيس لي الماس؟ عادي، انا بقى هاجي هنا اجيب حاجات كيلو ستاندرد معروف الماس بتاعتها، زي اجيب كيلو ستاندرد 1 كيلو جرام اهو، واحطه هنا، واحط الحاجات هنا اللي انا عايز اقيسها واشوف هي قد الكيلو ولا اكتر من كيلو. لو انا عايز اوزن كيلو احط قدامها ايه؟ كيلو، كيلو مثلا من احط بقى التفاح. قدامها تفاح لغايه لما يبقى الاثنين دول قد بعض. أيوة طيب لو حطيت اكتر،
بتاع دي هتعمل ايه؟ دي هستعيد هتنزل. كده، يبقى دي بقت اكتر من كيلو. طب انا عايز 2 كيلو، احط كيلو كمان وهنا فالاتنين 2 هيبقوا كيلو ممكن يبقوا الاتنين ضد بعض. لغايه ما يبقوا قد بعض بالظبط. خلاص ده اسمه سكيل، ماشي، بيقيس الماس بتاعتها. انما هل بيقيس الفوليوم؟ اهو احنا لسه قايلين من شويه انا كان ممكن اجيب ايه الشنطه، الشنطتين دول نفس الفوليوم، بس يطلع لما احطهم في السكيل تطلع واحده ايه اتقل من الثانيه. اذا هل ينفع ان السكيل يقيس الفوليوم؟ لا. طب قولي لي سؤال صحيح، هل ممكن الشنطه الصغيره دي يبقى الماس بتاعتها اكبر من الشنطه الكبيره؟ ازاي؟ ممكن الشنطة دي اللي فوق تبقى مفيهاش جواها حاجة صح؟ والتانية مليانة بقى حاجات. بس ممكن تبقى لو فيها حته حديده ولا مكوه ولا حاجه كده، فممكن تبقى اتقل من الايه؟ من اللي فوق، صح؟ طيب هل ممكن حاجتين عندهم نفس الفوليوم مكعب ومكعب تاني نفس الفوليوم ممكن الاثنين دول هما نفس الفوليوم، يبقى واحد عنده ماس اكتر من التاني؟ ازاي؟ ما ممكن حاجة زي مثلا مصنوع من حديد صح والتاني مصنوع من بلاستيك. مثلا، فساعتها هيبقى مين اتقل؟ الحديد طب عارفه ليه بقى؟ لان الحديد الاماونت اوف ماتر اللي فيه مالها اكتر ولا اقل؟ اكتر، فاهمه؟ الحديد فيه اماونت اوف ماتر اكتر من الايه؟ من بتاع البلاستيك. بتاع البلاستيك موجودين برضو، بس ايه اماونت اوف ماتر مالها أقل اقل. بارتيكل بتاعتها يعني طيب قليلة. ما احنا اتفقنا انه ان الماس دي كما لو كنا بنتكلم عن الماتر كانها شنطه، كل ما كان فيها بقى بارتكلز كتير ممكن يبقوا نفس الفوليوم، مفهوم كده؟ طيب جميل، يبقى قلنا دي الاجابه الثانيه. ها تحطي بقى الميجرنج تيب ده يقيس ايه؟ لينس. احسنتي، اكسلنت، يبقى ناخد اللينس ده بتاع الميجرنج تيب. تاب ولا تيب ولا ايه بالظبط؟ تيب، مش بتلتاب لا كده. تيب، يلا ترمومتر تمبرتش صح، يبقى ترمومتر كده مش حصل. ترمومتر ده بيقيس الايه؟ تمبريتشر. ايه اللي باقي بقى؟ الميجرمنت كاب ده فوليوم بيقيس فوليوم. الفوليوم بتاع ايه؟ بتاع مثلا دي الليكويد ولا بتاع السوليد ولا بتاع الجازز؟ ممكن سوليد سوليد أو الاصل ده معمول للليكويدز اصلا، ممكن أيس بي فلور فلور صح؟ صح، فلاور ممكن اللي هو الايه دي الدقيق وكده والسكر، ودول سوليد اصلا، صح كده؟ في كذا طب خلينا حاجة. الاول نبتدي الاول بالفلويد، بالليكويد. الليكويد موتور لو حطيت ووتر فيها يتقاس، بنسي الكابل معاها مدرسة ورسالة. يبقى انا ممكن ايه، ممكن لو حطيت كميه ووتر لقيتها وصلت لغايه 30، يبقى دي طول كام؟ 30 مللي لتر. لو كنت بدي زي ما مكتوب بقى، ماشي خلاص كده ده الايه. طيب ولو كميه اكبر كميه اقل، اذا او فوليوم اكبر، يبقى ده بيقيس الايه؟ الفوليوم. طيب ينفع اقيس بيه فوليوم بتاع قطعه معدنيه ليه؟ زي جنيه مثلا معدني؟ لو حطيته جوه هعرف منين إيه؟ صح، بس يعني هل ممكن ممكن واحد يبقى كبير وكان واحد صغير بس لا، يعني ممكن احط الجنيه هنا اهو، هعرف ازاي لو حطيته واقف بالطول كده؟ انا هعرف يعني لو هي دي كده انا مستعمل وحطيته الرولر واقف لا الرولر مش هتديني طوله، مش هتديني حجمه، هتديني او طوله ارتفاعه بس اشيله برضه. لا ده دي الماس، انا بكده عايز اطلع بالظبط حجمه. ركزي بس، لو حطيته كده، لو حطيته بالطول كده هيعلم عند مسافه ايه؟ كبيره. طب لو حطيته بالعرض كده على مسافة غير يبقى، طب هو كده هو حجمه اتغير اصلا؟ مش المفروض ان السوليد عندها ديفينيت ايه؟ different volume. طيب يبقى اكيد حجمه ما اتغيرش. اقول لك ازاي بقى، طريقه ذكيه جدا، حط ميه لغايه 30، هحط ميه هنا اهو لغايه علامه كام، وبعدين احط اجيب الكوين دي واعمل ايه؟ أحط ارميها جوه. ايه اللي هيحصل في الميه؟ هتطلع لفوق قد ايه؟ ممكن يبقى فورتي هتطلع حته صغيره، ما زي ما تطلع بقى، بس هتطلع لمسافه معينه، صح؟ قد مين؟ الكوين بس يبقى هي كانت 30،
بقت 40، ده اه صح، يبقى الكوين حجمه قد ايه؟ هو 10 سم. شفتي 10 مللي لتر، صح؟ طريقة ذكية ولا لا؟ يعني ممكن ده برضو نستخدم بيها ليه؟ لو عايز اعرف الفوليوم مش الماس، الفوليوم. يعني يبقى ده بتاع الفوليوم، خلاص؟ يبقى احنا كده بقى نحط، والله لو انا عايز اقيس الفوليوم، يبقى معلش احنا ناخد الايه؟ الفوليوم من هنا ودي هناك بقى كده، خلاص، ونقيس بيه الفوليوم بتاع ايه، السوليد ولا بتاع الليكويدز؟ الاثنين عادي، اهو السوليد الليكويدز احطها، والسوليد لو هو باودر وكده زي السكر ممكن نقيس بيه على طول، ولو هو مش سكر مش باودر وكده ممكن اجيب ميه. واوتر واحط عليها حاجه سوليد واشوف ارتفعت قد ايه واطرحهم ايه من بعض، ده ما ينزل يديني الفوليوم بتاعه، ايوه صح. خلاص، اسمه ميجرينج كاب، ميجرينج، فهمت؟ طيب نقول بقى سبحانك اللهم وبحمدك، ها، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.